مساء الخير جميعا. طبعا شكرا لحضوركم وشكرا لاشتراككم معنا في الاسبوع او في الاسبوعين الاخرانيات. حدث اشي في دير الكرمل ونحن ما بدنا نفوت على الاتهامات الشخصيه وما بدنا نفوت على مقالات او على مين عمل لمين او مين حكى لمين، ما بتهمنا هاي الامور، بس بهمنا امر اساسي وجذري في الموضوع كله. نحن بهمنا المال العام. في العشر سنوات الاخرانيات وحسب كل الاحصائيات اللي عملناها وحسب كل السجلات اللي عملنا فات على الداليه مليار شيكل يا جماعه، مليار شيكل. زي كم هائل من المال، لا شفنا مشاريع ولا شفنا اي شيء بيقدر يقول على 20% من هذا الكم الهائل تبع المال. طبعا انا بدي اقول ببساطه، واحد بيبني عمارة او بيشتري سيارة او بيشتري قطعة ارض وبيندان، مش مشكلة عنده اندان شوي بس عنده قطعة ارض او عنده شيء ثاني. اما واحد بيندان بياخذ مليار شيكل وبيضل مديون اكثر ما بدي اول مرحلته الانتخاب او اول مرحلته في المجلس المحلي، في اشي هون صعب كثير لازم له فحص. انا ما بدي بعد مرة فوت على الشخصيات اللي كانت، بس انا بحمل المسؤولية التامة برضو للي كانوا وبرضو للمنتخبين وبرضو للي كانوا الموظفين اللي كانوا. مليار شيكل مبلغ كبير كثير كثير لنا، مليار شيكل 10 سنين ضاعوا في دائم الكرمل سنة 2000 وسنة 98-99. بقى العجز المالي لدائم الكرمل تقريبا 12 مليون شيكل، اليوم نحن في 112 مليون شيكل. يعني أنا بدي قيم عزف يا بنبقى نحن في 112 مليون شيكل. يعني فات على الدالية مليار شيكل وصرنا مديونين أكثر ما بدينا. فبدي أبدأ كلامي في الأشياء الأساسية. هاي المرحلة يا أخوان، المرحلة منها انتخابات أو تقسيم كعكة أو تقسيم موارد، هاي مسألة ضمير، مسألة ضمير لا أكثر ولا أقل. كل مواطن في الدالية بيعرف أنه هاي المرحلة من أصعب المراحل، مسألة ضمير. ما عند البلد ما بتقدر تقسم لحدا شيء، ما بتقدر تعطي لحدا شيء. البلد بحاجة لمين يعطيها، المجلس بحاجة لمين يرعاه ويعطيه، المجلس بحاجة لمين يدير باله على موارده. ما بتقدر تعطي صفقة لحدا، ما بتقدر توعد حدا في شيء. نحن بحاجة لإعادة ترتيب المجلس من أول وجديد، وبحاجة لأن نصون موارد المجلس هاي كلياتها. صعب يعني، وين الوفاء للبلد؟ وين الإخلاص للبلد؟ وين الإخلاص لأهل البلد؟ وين الاخلاص لاهلنا لاولادنا لشبابنا لصبايانا لطلاب الجامعه لاولاد المدارس؟ اللي عم بصير نهب وتوزيع موارد وضح النهار على صفقات على عائلات على بيسوى والبيسواش، ومنه سياسي. انا بقولها بمستوى الصراحه والاستقامه، نحن عنا ما ممكن نتعامل بهذه الطريقه مع حدا. ممكن نخسر كلمة هون كلمة هناك، لا ممكن ان نستغني عن الكلمة الاساسية اللي نحن موجودين فيها على ساعة سياسية، الثقة الاخلاص التعامل المضبوط. مش ممكن نرجع لورا ونعطي مجال لحدا يوصلنا يرجعنا لورا. السبب المباشر للوضع اللي نحن فيه موجودين اليوم هو الصفقات اللي انعملت في الزمانات اللي مضت، في العشر سنين اللي مضت. هاي الصفقات شلحت البلد كلها وصالحها، وزعت مناصب الى اول ما لهاش اخر، وزعت معاشات الى اول ما لهاش اخر. ما عادش في عندنا مصاري لا نعمل لاولادنا مشاريع ولا نعمل لحدا مشاريع ولا نقدم اي مشروع في بلدنا. المجلس موجود اليوم في حاله صعبه كثير، في حاله مصريه بشكل، في عجز مالي صعب كثير قاسي كثير. بده ناس تيجي وتطلعه، بده بينتظر ناس تيجي وتطلعوا من هاي الورطة اللي هو فيها. والناس هو نحن البديل الوحيد اللي نقدر نطلع البلد من هاي الأزمة. مش ممكن اللي كان المشكلة يكون هو الحل، مش ممكن. نحن في دولة إسرائيل بنعرف انه اللي بيغلط بيتعاقب، نحن بدناش نعاقب حدا، بس خلونا نقدر نطلع البلد من الأزمة اللي فيها. اليوم في عنا يمكن واحدة من الفرص اللي مش راح تتكرر، في عنا بلدية اللي عم تنحل وفي مجلس بدنا نرجع نعيد بناء المجلس من أول وجديد. هذا الوضع اللي نحن بحاجة له في هذا الوقت، انه نعيد بناء المجلس من اول وجديد ونطلع البلد من الازمة ومن الورطة اللي هي فيها. وبعد مرة بقول مش على حساب صفقات، مش على حساب توزيع مناصب،
مش على حساب اعطيك اخبار لهون او لهناك، على حساب ان نشتغل سياسه نظيفه، نحب بعض ونخلص لبعض ونتعامل مع البني ادم المهني والمضبوط في الخانه المهنيه والمضبوطه. ممنوع نترك البلد زي ما هي موجوده هسه. عشان هيك المواطن مش عم يدفع، انا متاكد اهل بلدنا مناح دفعوا في الماضي مستحقات هون وبيعرفوا يدفعوها، بس اللي عم بيصير في الايامات الاخيره عندنا عجز تام في كل شيء اسمه خدمات في المجلس المحلي، وهذا عم ينعكس على المواطن ومش عم بيخلي المواطن يدفع. ومن هيك نحن بنينا خطة وبرنامج العمل تبعنا اللي بيبدأ في جميع المجالات يعطي حلول، بس أنا بدي أقول إنه في 98 كان عندنا نسبة الجباية 70%، اليوم مع الأسف الجديد نسبة الجباية 28%. مليار شيكل فات على البلد ما فيش شيء منها، بالعكس في حلة حكم، في إهدار لكل الموارد، في إهدار للمال العام، في فساد في إدارة المال العام، وهي نقطة لابد التعقيب فيها، في أساد في فساد لا إهدار، في فساد في قضية التعامل مع المال العام. رح نتعامل مع جميع موارد البلد في الشكل الصحيح. شركة جباي أنا بقى في اعتقادي مش رح أضل يوم بعد ما احنا نطلع المجلس طبعا يوم إلا إذا في خوزي يمسكنا لشهر شهرين، اما نحن في اعتقاداتنا بالخمس سنين اللي بنكون في السلطه مش رايحين نعتز لشركه جباي، رايحين نعمل مستحيلات حتى نطلع شركه جباي من البلد اذا عندها عقد، واذا ما عندهاش عقد بتكون الشغله ويله. رايحين نعطي اهل البلد قسم في جباي اللي يتعامل مع اهل البلد من مستوى المسؤوليه، ويعطي كل مواطن حقه ان كان في الاناخوت اللي بيدفعوا له او في دفع المستحقات اللي عليه. طبعا الشغله الثانيه التعليم والتربيه والتعليم، وانا هون فرصه اني اتشكر المعلمين مدراء المدارس على اللي قاموا فيه في الفتره الاخيره. كان عندنا حله حكم، والهيئه الوحيده اللي اشتغلت عندنا هي المدارس. طبعا ما اخذوا حقهم في الميزانيات، اما مع كل هذا حافظوا على شكل من الاشكال في التعامل مع طلابنا. طبعا احنا في خطتنا رايحين نعطيهم الميزانيات والاولويات والافضليات حتى نقدر نجيب النتائج اللي بدنا اياها. هي انا بعد مره بقول عندنا طاقات، عندنا مهنيين، عندنا مدراء محترمين. انا ما بدي اطلع في هون في قضايا زي ما غيري قال انه بدنا نقيم كل التربيه والتعليم، كل قسم التربيه والتعليم. اللي منيح راح نقويه، واللي مش منيح راح نلاقي الطريقه والصيغه كيف نتعامل معه لقدام. قضيه التخطيط والبناء، يعني نحن من الاشياء الاساسيه اللي عندنا رح نعمل خطط مفصلة حتى نرخص نكمل أكبر من بيوت دارة الكرمل، ويقدر يأخذ كل هيترين وتكون الأمور تبدأ الأمور تمشي مظبوط. رح نخطط بعد خطط مفصلة خارج نطاق البلد حتى نترك لأزواج الشابة محلات يعمروا فيها، ورح نعمل المستحيلات نجيب أراضي وقطع أراضي في خانة الجرود المسرحين حتى نقدر نعطي كمان الأزواج الشابة من الجنود المسرحين يقدروا يبنوا بيوتهم في أمان واطمئنان، ويأخذوا إن كان مشكنتات أو قروض شو بيطلع لهم حتى يقدروا يبنوا حياتهم ومستقبلهم. رخصة كرمل واحدة من الأشياء اللي فحصها مبكر مدينة قال إنه في رخصة كرمل هناك تقصير في الشغل. أنا ما بدي فوت على هاي الخانة اللي انكتب هناك بكفي وبيعلمنا كلياتنا شو الصحيح وشو الغلط، بس أنا بقول إنه الأشبحة تندفع عنا في الدالية حتى في كل محل حتى نخطط لقدام، مش حتى يعني في كل اسرائيل وفي كل العالم بيديروا التخطيط او بيقدموا خطط لكيف مضبوط لبعد 10 سنين، الا في خانتنا عندنا في البلد بنقدم خطط مضبوطه لقبل 10 او 15 سنين مع الاسف الشديد. كمان لهي عندنا حل وراح اطلعكم اياها في الاوراق المكتوبه في الخطه اللي بتتوزع على البيوت. وهذا موضوع اساسي بالنسبه لنا في المتناس. في عندنا تقريبا شلل تام، يعني احنا من يوم ما طلعت شركة المتناسي من الدالية صار عندنا شلل في قضية المتناس، وطريقة التعامل ما كانتش مظبوطة. انا بوعد انه في ان شاء الله حصولي على نتائج الانتخابات الجاي ان شاء الله في 18/8 وبدي يكون انا الرئيس، راح يتعامل معي اني رجع شركة المتناس في اقرب وقت على الدالية، ونعطي شركة المتناس كمان هي عند امتحاناتها اللي بدي يكون رئيس للمتناس. في الفترة الاخيرة وفي الخمس سنوات وفي الست سنوات الاخرانيات صار عندنا متناس مجهز جديد في بناية عصرية، بس مع الأسف الشديد بطل عندنا فعاليات. يعني إشي بناخد حاله وكأنه نبني الشلب من برا والدخن بضل ما بنتقدمش. مع الأسف الشديد رح نعمل على هاي الظاهرة قديش ممكن نقدمها. طبعا أنا بديش أحكي على قضية الشوارع الالتفافية،
نحن بحاجة إلى قضية السوق والشوارع الكفافية. نحن رح نعمل على تخفيف حركة السير من المركز، رح نبني شوارع الكفافية في البلد لتعطي حل حقيقي للمسألة هاي. طبعا بحركة السير من غير بكوع مظبوط ومن غير قسم بكوع مظبوط في المجلس مش راح تتم بالاشياء معنا، راح نتعامل مع الـ مع الـ مع المواضيع هاي بالصوره الصحيحه. مليار شيكل راح اندفع في جاده الكرب، المصاري هاي وين راحت؟ مليار شيكل وين راحت المصاري؟ يعني يمكن اسوء ما يمكن هو تعاملنا مع ميزانياتنا، ميزانيات المال العام.